في الفترة الأخيرة بنلاقي ناس كتير بتشتكي من إصابة بمرض التصلب المتعدد، سواء كان رجال أو من النساء، وده بيخلي ناس كتير برضو بتتساءل إيه معرفة الأعراض وإزاي ممكن نتأكد من إن إحنا مصابين بمرض أو لأ، وكمان إيه اللي ممكن تكون مسبباته، خصوصا إن المرض ده بيصيب الجهاز العصبي وبيأثر على الدماغ والحبل الشوكي، وكمان ممكن يؤدي لقدر الله للإصابة بخلل في الأعصاب، وده طبعا بيأثر على استقبال وإرسال الرسائل للمخ. النهاردة منا هنتعرف مع حضراتكم على أعراض مرض التصلب المتعدد عند الرجال والنساء، إزاي بتختلف الأعراض دي لكل فئة، طرق العلاج من هذا المرض. هنحاول نجاوب على الأسئلة دي مع دكتور دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل سادة المشاهدين. طيب بداية قبل ما نتكلم على الأعراض، نعرف السادة المشاهدين بطبيعة هذا المرض التصلب المتعدد. التصلب المتعدد أو المالتيبل سكليروزز أو اختصارا بنقول عليه الإماس، ده عبارة عن مرض بيحصل فيه خلل في جهاز المناعة. المناعة بتاعت جسمنا المفروض إنها متظبطة إنها تهاجم الميكروب أو الجسم الغريب عشان تتخلص منه، إنما هي عارفة روحها فما بتهاجمش أي جزء من أجزاء الجسم. لو حصل خلل في أي وقت في جهاز المناعة فابتدى يتعرف على الجسم على إنه ميكروب أو جسم غريب عشان نتخلص منه اسمه مرض مناعي. لو المناعة هجمت المخ والأعصاب أو اللي بنسميه الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي اللي في الفقرات العنقية والظهرية، بالذات حاجة بنسميها الغلاف الأبيض أو المادة البيضاء أو المايلين، دي بنسميها مرض الام اس أو التصلب المتعدد. المناعة لا زايدة ولا ناقصة، هي بس مختلة، يعني مش عارفة نفسها من الغير. طيب مصطلحات كتير مؤخرا بقت موجودة وبقت الناس بتسمع عن أمراض ما كناش متعودين عليها، ام اس، فبروماليجيا، مش عارفة ايه، كلها حاجات نفس الحاجات لها، يعني مش عارفة طبعا نفس الأعراض ولا لا، حضرتك اللي هتقول لنا، لكن كلها حاجات لها علاقة بالأعصاب ولها علاقة بالجهاز المناعي، ما نبقاش عارفين نفرق بين المرض والمرض ونتجه لأنهي دكتور علشان يقدر يحدد لنا احنا فعلا تعبانين ومرهقين وجسمنا واجعنا ولا لا احنا عندنا حقيقي مشكلة ومحتاجين ان احنا نتعالج. أو مش نتعالج، إن إحنا نخفف الأعراض، لأن أنا عارفة إن ملوش علاج. سؤال كويس قوي يا منة، هو ضروري بس إن إحنا نفهم إن الأعراض دي ممكن تيجي في سن الشباب من الجنسين، الستات بره مصر ضعف الرجالة، جوه مصر ثلاث أضعاف الرجالة، فمن كل 100 شخص هيجي له التصلب المتعدد 70% منهم هيكونوا سيدات. عادة مرض الـ MS أو التصلب المتعدد بيبتدي في سن من 18 ل40 سنة، ده بداية المرض. الأعراض مشكلتها إن هي بتتشابه مع حاجات تانية كتير، بمعنى إن ممكن يجي بتمييل سواء في الوجه أو جزء من الجسم، يجي بزغللة في النظر أو انعدام رؤية أو عين مشوشرة أو ازدواج الصورة، ممكن يجي بمشاكل حركية، مشاكل في الاتزان، ايديا ترعش، اتطوح وانا ماشي، يبتدي يبقى عندي شوية مشاكل في التحكم في الإخراج، ممكن يبقى فيه مشاكل في الإحساس، يعني جزء مش حاسس بيه كويس، ألم مع حركة الرقبة أو توطية الرقبة، الحاجات دي ممكن إن هي تبقى حاجة من أعراض التصلب المتعدد. طبعا يهمنا جدا في المرحلة دي إن أي شاب أو شابة في سن الشباب أو السن الصغير يبتدي يشتكي من أعراض خاصة بالتصلب المتعدد إن هو يتوجه لطبيب باطني مخ وأعصاب. لما نتوجه لطبيب باطني مخ وأعصاب هيبتدي يطلب مننا فحوصات، هيبتدي يطلب مننا نوع من أنواع المعرفة، يعني إزاي بيتم التشخيص، على أساس إيه؟ هل بنعمل أشعة؟ هل بنعمل أي شيء؟ ولا بتبقى محتاجة بقى تحاليل يا دكتور؟ هي أول حاجة وأهم حاجة هو الفحص الإكلينيكي أو الفحص السريري، بمعنى إن أهم حاجة إن الشخص ده لما يتوجه للدكتور إن الدكتور يحطه على سرير الكشف ويكشف عليه، لأن لازم نلاقي ما يدل على إن في أعراض خاصة بالجهاز العصبي المركزي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا طبعًا نسهل عملية الفحوصات، ده بيطلب له رنين مغناطيسي على المخ وعلى الفقرات العنقية والظهرية بالصبغة، ممكن نعمل تحاليل معملية، وفي كتير من الأحيان لسهولة التشخيص وسرعته بنطلب حاجة اسمها بذل نخاع. طيب بعد لما بنوصل للمرحلة دي دكتورة، في أمراض كتير بنبقى حيرانين،
احنا كل واحد بقى من كتر ما بقينا بنحاول نعمل سيرش ونقرا بنلاقي اعراض كتير لامراض كتير، وكل ما نقرا عرض من الاعراض نحس ان هو بقى عندنا. ازاي نقدر نفرق انه ده اوان ان احنا نروح للدكتور؟ احنا مش مرهقين، احنا مش تعبانين، احنا مش مصدعين، احنا ايدينا مش وجعانا بس عشان خلاص بقى عندنا شويه هشاشه عظام ولا كده. الاعراض دي هي اللي بتبقى ستات بتستسهل وتقول ما انا كده كده تعبانه من المجهود. ما هو احنا بقى يهمنا جدا ان في ظل ان الدوله ابتدت توفر حاجة اسمها وحدات متخصصة للكشف المبكر عن التصلب المتعدد، ودي في مستشفيات الحكومة وبأجر رمزي، ان اي ست بالذات بنأكد على الستات لانهم 70% من الشريحة حست بأعراض ليها علاقة بتمييل او بحركة او مشكلة اتزان، والأعراض دي ما بتفكش باليوم والاثنين والثلاثة، يعني مش ممكن تستمر قد ايه مثلا؟ يعني عشان نبتدي نقول هجمة او مشكلة لازم تعدي ال 24 ساعة كونتينيوس متواصلة ما تفكش. ساعتها احس ان انا لا لازم اتوجه لطبيب او وحدة متخصصة. والحمد لله في ظل يمكن الاربع خمس سنين اللي فاتوا بقى في وحدات كتيرة متخصصة في المستشفيات الحكومية، سواء التأمين الصحي أو قطاع الأمانة أو قطاع حتى القطاع العلاجي ومستشفيات الجامعة بصفة عامة. فأي شخص، إحنا منقولش يروح عيادة خاصة أو يدفع كتير، أي شخص أو ست أو راجل في سن الشباب يلاقي عنده أعراض يعني هو مش قادر يفسرها تخص الجهاز العصبي، من فضلك ما تطنش وما تتجاهلش وروح اكشف كشف مبكر، لان هي الازمه الحقيقيه في مصر هي الاكتشاف المبكر. حضرتك احنا مع الاسف بيقدر تعداد المصابين في مصر ان احنا تقريبا 50,000 مصاب، مصر ما بتعالجش رسميا اكتر من 20,000. احنا عندنا مشكله اكتشاف مبكر مشكله ان اكتر من 50% من المرضى مع الأسف إحنا مش عارفين نوصل لهم برغم إن الدولة وفرت العلاج، وده يعني ممكن يؤدي إلى نتيجة يعني مش مستحبة. هتكلم على العلاج يا دكتور كمان شوية، لكن هي فكرة الوعي، إن لازم الناس تبقى عارفة إيه الأعراض دي عشان أول ما يحس بيها يتوجه مباشرة إلى الطبيب. أول ما يتوجه أو أنا حسيت بالأعراض دي زي ما حضرتك قلتي لأكثر من 24 ساعة وهي مستمرة، لما بتوجه إلى المستشفى أو الطبيب إيه الإجراءات اللي بتتخذ مع المصاب بمرض التصلب المتعدد أول ما يدخل إلى المستشفى؟ أول حاجة طبعا زي ما بأكد لازم الدكتور يفحصك، لأن لازم نلاقي دليل إن إحنا عندنا إصابة في حاجة اسمها الجهاز العصبي المركزي. بعد الفحص الدكتور بيطلب منك إن أنت تعمل سلسلة من الفحوصات، أبسطها الرنين المغناطيسي بالصبغة زي ما قلنا، وده موجود في مستشفيات الحكومة بأجر يمكن تلت أو ربع الأجر في الأماكن الخاصة عشان نسهل قصة المعرفة أو التشخيص المبكر. بعض الحالات بتحتاج بذل نخاع، يمكن ده اللي احنا بننادي بيه ان هو يتوفر خالص مجانا في المستشفيات الحكوميه، ده لازال الى حد كبير يعني نوع من الاشعه او نوع من انواع، عارف حضرتك حقنه البنج بتاع الظهر بتاع الولاده، حاجه شبهها بس بنسحب عينه بدل ما بندي تخدير كده عشان نحللها ونشوف دلالات الالتهاب الخاصه بالتشخيص. لو توفر قصة التشخيص دي والطبيب المتخصص دكتور اختصاص أمراض باطني المخ والأعصاب تأكد من أن التشخيص تصلب متعدد، بيبتدي يعمل إجراءات اختيار العلاج المناسب وصرفه من خلال الدولة، سواء من خلال نفقة الدولة لو المريض ملوش تأمين، أو تأمين صحي لو المريض ليه تأمين صحي، أو بيكتب للعيان الروشتة ويتوجه بيها لو ليه تأمين خاص يصرفها هناك. لأن المستشفيات بتقدم الخدمة أو السيرفيس بتاعت الكشف أيا كان المتعامل معانا من أيا كان القطاع. اتكلمنا إن يعني بداية الإصابة بتكون من سن 18 سنة ل 40 سنة. أي أم قاعدة دلوقتي بتتفرج علينا هتبقى قلقانة، ولادها هم في أمان، هم تمام، هل ده ممكن يصيب الأطفال مع الحاجات الكتير اللي بتتطور مؤخرا ومبنبقاش عارفين الأتاك ممكن يجي لمين وإزاي؟ هو طبعا نسبة استعداد إصابة الأطفال قليل قوي، يعني نص لاتنين لكل 100,000، فهي نسبة قليلة، وإحنا بنعتبر الأطفال اللي هم تحت سن 18 سنة، يعني طبعا سن الطفولة تحت سن 18 سنة، فهو أكتر في البالغين. لكن طبعا الأسر اللي فيها أمراض مناعية، سواء أمراض مناعية تانية، ذئبة صدفية، بهاء، أمراض روماتويد، أو الأسر اللي فيها تصلب متعدد أكتر دايما بتبقى أكتر عرضة. فلو في فعلا حد من الأطفال اشتكى من حاجة تخص الجهاز العصبي
في أسر فيها أمراض مناعية ياريت إن هو فعلا يعني الأم تاخده ويتوجه لدكتور أطفال أو لمراكز متخصصة في زي ما قلنا وحدات متخصصة للتصلب المتعدد. لكن خليني أكلمك إزاي نحمي ولادنا وده الأهم. يعني أنا لو أسرة فيها مرض مناعي أعمل إيه عشان أقلل فرصة إن ولادي يجيلهم أمراض مناعية سواء الإم إس أو غيره؟ نمرة واحد، خلي بالك من وزن الطفل، الزيادة في الوزن أو الأوبيزيتي أو السمنة واحد من عوامل الخطورة للأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد. التدخين السلبي أو لما يكبر شوية التدخين الإيجابي، فلو في أب بيدخن في المنزل أو أم لا قدر الله والأطفال بيشموا الدخان أو السجاير، ده واحد من أسباب حدوث تصلب المتعدد وزيادته، فبلاش يبقى فيه تدخين في البيت. فيتامين د، فيتامين د له علاقة مباشرة بزيادة استعداد الإصابة بالتصلب المتعدد ونشاطه، فلو أنا في أسرة فيها مشاكل مناعية أرجوك حللي لطفلك أو ابنك أو بنتك فيتامين د، ولو لقيتيه ناقص من فضلك صلحيه. الرياضة، الرياضة دلوقتي بتخش إنها جزء أساسي من تظبيط الجهاز العصبي، فياريت نخلي ولادنا يشتركوا أو يلعبوا رياضة، ولو ما فيش فرصة في اشتراك في نادي أو حاجة غالية يبقى تمشية أو حاجة يعني نمارسها على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع، أو يلعب حتى زي ما أنت بتقولي كورة يعني أو حاجة في الأجازة. مهم جدا التغذية، الحقيقة التغذية والفاست فود دخل كعامل مؤثر شديد في حدوث الأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد. عايزين نرجع للأكل اللي في البيت، يعني كل الحاجات المياه الغازية والحاجات اللي هي مصنعة والأكل اللي من بره اللي مليان دهون مشبعة ده مش مطلوب. الحقيقة كمان الأكل القديم بقى يا دكتورة، الأكل مش الأكل الترند اللي مليان جبن ومليان مش عارفة. وهتفاجئي كمان إن اللحمة مش من الحاجات المستحبة قوي بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مناعية، فلو قدرنا نستغنى عن اللحوم الحمراء ونبدلها بلحوم بيضة يعني منها بالأخص الأسماك هيبقى أفضل. فدي من الحاجات المهمة. بالنسبة بقى للبالغين بزود عليهم الاسترس. الحقيقة حديثا لقيوا إن التعرض للضغط العصبي بيزود احتمالية الإصابة بالتصلب المتعدد ونشاطه أكتر من 50%. فالاسترس اللي احنا طول النهار فيه سواء انت هتحطي طفلك أو انت لما تكبري تبقي فيه، ده بيزود استعداد الإصابة بالأمراض المناعية. فاحنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، وبرضو نبعد عن جواز القرايب. كل ما اتجوزنا من بعض أو قرايب أو ناس عندها المرض كل ما زودنا الاستعداد في ولادنا ان يجيلهم، عشان في لازالت مناطق كتيره الناس بتتجوز ابن عمي وابن خالي وبنت خالتي. يمكن كمان ما اقدرش حتى برضه لازم يبقى في تحليلات، تحليل قبليها طبعا. الحقيقه ما عندناش تحليل مؤكد سابق للخلفه، لكن اللي اقدر اقوله لحضرتك لو في حد من الابوين عنده تصلب متعدد استعداد الطفل ان يجيله من 2-4%. لو احنا الاثنين عندنا MS الاستعداد بيطلع او بيزيد من 2-4% ل 25 أو 30%. فدايما الوقاية خير من العلاج. يمكن عشان كده فحص رغيب الزواج متاخد بأمور جدية، ياريت يعني. حاجات بس يعني كل ما تباعدنا وما اتجوزناش من نفس العيلة ايا كان كل ما قللنا احتمالية جميع الأمراض الوراثية. طب مريض التصلب المتعدد أكيد ليه درجات، يعني في حد تبقى فيه درجة يعني شديدة الخطورة شوية، درجة أقل، إزاي نصنف الدرجات دي يا دكتور، وإزاي يتعايش بشكل طبيعي يعني يمارس حياته اليومية بدون أي مشاكل؟ هو فعلا في مقاييس بنعملها، في مقياس اسمه الاي دي اس اس اللي بنسميه مقياس العجز، وده بنحسب فيه من 0 لـ10 المريض بياخد كام. كل ما كان ناحية الصفر كل ما كان كويس، ده نمرة واحد. نمرة اتنين بيبقى الرنين في المتابعة كل 6 شهور في الأول أو كل سنة بعد كده، بنعد الإصابات اللي موجودة في الأشعة وبنقارن الإصابات القديمة بالجديدة. ودي ممكن تشهد تحسن يعني مع العلاج أو على الأقل الثبات. بنشوف كمان عدد الهجمات أو الأتاكس أو النوبات من التدهور الإكلينيكي اللي حصلت له على مدار 6 شهور أو سنة. وطبعا في تصنيفات بتتعمل، لأن اختيار العلاج بيعتمد على تصنيف النوع وعلى
تصنيف المرحلة، لأن الام اس مش كله نوع واحد. أكتر نوع شيوعا هو النوع اللي بنسميه الانتكاسي المتردد، اللي هو بيجي في صورة أتاكس أو هجمات وبينهم الشخص بيتحسن. في أنواع تانية اسمها التقدمي الثانوي، اللي هو كان بيجي له هجمات زمان وبيتحسن، وبعد كذا سنة ابتدى يزيد بالتدريج من غير ما يجي له هجمات والقدرات الذهنية تتأثر. أو نوع بيزيد من الأول اللي بنسميه التقدمي الأولي. دي وظيفة الوحدة المتخصصة إن هي تعمل التقسيمات ديت، لأن الحقيقة الأدوية متوفرة زي ما قلنا من خلال الدولة وعلى نفقتها، فتقدر طبقا للوضع الإكلينيكي ووضع الأشعة ووضع الفحص إنها تشوف إيه النوع بتاع الشخص أو المريض اللي قدامي وإيه الدواء المناسب. لكن إحنا بنأكد على أهمية التشخيص المبكر عشان أعيش حياة كويسة وسليمة. إحنا دايما بنقول لأبطال الام اس اللي بيجولنا في الوحدات، صاحب الام اس يصاحبك. يعني أسلوب الحياة الصحي والعلاج والتغذية والرياضة والنفسية دول أساس وجزء لا يتجزأ من العلاج. جميل. طيب دكتورة، يعني مش عايزين يعني نبقى محبطين، هو مفيش علاج تام، هو في تعايش أعتقد مع الموضوع، ولا أنا معلوماتي خاطئة؟ بصي، في حاجة اسمها شفاء وحاجة اسمها علاج، عشان احنا بنتسأل السؤال ده كتير. كلمة علاج في الطب هي أي دواء حضرتك بتاخديه يتحكم في المرض أو نشاطه أو الأعراض اللي عندك. فاحنا لو اعتبرنا أن السكر والضغط والقلب والمناعة دي أمراض ملهاش علاج، هنبقى متشائمين. لكن لو حضرتك اعتبرتي أن أنا ممكن أعيش حياتي كويس بقرص أخده كل يوم، أو حقنة أخدها كم مرة في الأسبوع تحت الجلد أو عضل، أو مثلا حاجة أخدها وريد كل شهر ولا كل 6 شهور، فأنا شايفة أن ده يعتبر علاج طبيا، ده اسمه علاج، لأن من غيره المرض ممكن يبقى عرضة للتدهور، وحياتي وكفاءة حياتي وكفاءة أن أنا أمارس حياتي ممكن تتأثر. فإحنا مش تشاؤميين. لو أنا مريض السكر والضغط قلت له لا ده مش علاج، ده يدوبك تعايش وسيب الأنسولين وسيب الأقراص وسيب الحقن، يبقى أنا هقول لمريض الام اس نفس القصة. لا، إحنا بندي علاج، واللي بياخده ده علاج عشان يحافظ على حياته وكفاءته ويحسن جودة ويعيش طبيعي. ويحسن جودة حياته طبعا بشكل قدر الإمكان يعيش طبيعي. جميل. طب إحنا يعني لو اتكلمنا مثلا على المرض ده ومدى الوعي من بيه في المجتمع، حضرتك قلت إنه حوالي 50,000 من المصابين بيتعالج أو بيروح بيتلقى العلاج، حوالي 20,000 من ال 50,000. طيب أنا عشان أنشر هذا الوعي بمرض التصلب المتعدد المفروض أعمل إيه؟ من واقع خبرتك وتعاملك مع مرضى بشكل كبير بيترددوا على العيادة أو في المستشفى، إزاي أنشر الوعي بهذا المرض في المجتمع؟ والله هو في دور كبير طبعا على الإعلام، وأنا بشكركم على تخصيص وقت في حلقة يعني في وقت حيوي إن إحنا نقول إيه هو، عشان في كتير من الناس بيجي لها أعراض وتطنش، لأن الأعراض بتاعت الهجمات بتروح من نفسها. فنمرة واحد طبعا الإعلام، سواء الإعلام المرئي أو على النت دلوقتي، لأن كتير من الشباب دلوقتي بيستسهل طبعا ويستخدم الإنترنت. حاجة تانية يمكن كويسة في مصر، إن في جمعيات لدعم مرضى التصلب المتعدد، منها جمعية رعاية، جمعية شمس الأمل، جمعية التصلب المتعدد الطيبين، ودي جمعيات يعني مشهرة أو معلنة من خلال وزارة التضامن. الحقيقة بتعمل دعم للمرضى وبتعمل توعية، ومنها يمكن جمعية رعاية، دي من الحاجات الضروري جدا إن احنا نشير للحاجات الكويسة اللي بتعملها، إن هي بتروح للناس في فئة الشباب في الأماكن اللي بيتجمعوا فيها تعمل توعية. جميل. يعني أنا عايزة النوادي بالزبط. لأن ده السن اللي ممكن يبقى فيه مثلا بداية الإصابات، عايزة الجامعات. دي من الحاجات المهمة برضو إن أنا أنشر الوعي بين الطلبة. عايزة مثلا الأماكن اللي فيها شغل، ودي لسه عايزين نعملها، الوزارات والحاجات الحكومية، التواجد في الأماكن اللي فيها السن اللي بيبتدي، تعملي يوم توعوي علشان اللي مطنش حاجة يروح يكشف. أكيد. ما ممكن أنا أبقى مطنشة بس عندي أخت أو أخ أو حد أو أعرف حد عمال يشتكي، فلما أسمع هاخده من إيده وأروح إن أنا أكشف. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. نورتينا وشرفتينا يا دكتورة، سعدنا بوجود حضرتك معانا. دكتورة دينا زمزم، استشاري الأعصاب وحدة التصلب المتعدد بجامعة عين شمس، أهلا وسهلا بيكي. نورتينا وشرفتينا. شكرا. دكتورة. شكرا.